إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. دور ميزان 70 متر، يوجد فيه كهرباء ومية، في منطقة باكوس، في غرفتين من داخل الميزان، غرفة مطبخ وحمام تصلح لمطبخ وحمام، هم عاملينها مخزن لكن تصلح لمطبخ وحمام. هنا حمام، ويصلح الغرفة دي تبقى مطبخ، تتقسم مطبخ وحمام. الميزان كامل ان شاء الله 70 متر، هو الميزان معمول مخزن ملابس، تمام زي ما احنا شايفينه كده، كهربا فيه ومية، في مكان شعبي سهل جدا يشتغل اي نشاط تاني غير المخازن الملابس. دي غرفة لوحدها منفصلة مكيفة، مكتب وعملها مكتب، كله كاميرات، كله مراقب كاميرات زي ما احنا شايفينه كده. معمول فيه سكريت زي ما احنا شايفينه، كله سكريت، في سوق شعبي، في شارع سوق شعبي، انا بصور من ورا السكريت ده كده، ممر كله سوق شعبي. سوق شعبي كله ملابس، سكريت كله بعرض العمارة، الميزان كله بعرض العمارة. سبعين متر صافي، كهرباء ومية، وفي وسط السوق، ويشتغل أي نشاط تاني غير الملابس. في غرفتين ومكان المكتب كله 70 متر، كبير حلو زي ما احنا شايفينه كده، سكوريت واخد عرض العمارة كلها، واخد دور كامل، دور كامل.